بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله باذن الله هنراجع الامتحان A رقم 12 او الامتحان 12 A النموذج A. بسم الله. مستر علي had just gone out، لسه خارج بره. He not just now، قلنا ان كلمه just now لما تتحط كده اهو في اخر الجمله، just لوحدها ده زمن مضارع تام، now لوحدها زمن مضارع مستمر، لكن just now من الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط، اذا هتبقى lift. رقم 2 some companions، بعض الاصدقاء، بعض الصحبه، not their fellows، طبعا اصدقائهم او رفقائهم، by driving them to do crimes، عن طريق دفعهم الى ارتكاب الجرائم، تبقى مسليد. اذا some companions، بعض الرفقاء، مسليد، بيضللوا. their fellows طبعا اصدقائهم، by driving، عندما طبعا تشجيعهم طبعا او توجيههم الى ارتكاب الجرائم. رقم 3 our laptop at 3 o'clock. جميله الجمله دي، الجمله ديت فيها حتتين حلوين. اولا يسترداي ده زمن ماضي بسيط، ولما قال لك يسترداي افترنون وكمان زود على الساعه 3، بدل ما هو ماضي بسيط اصبح ماضي مستمر. اذا الجمله بتاعت يسترداي اصبحت بدل ما هي ماضي بسيط بس ماضي مستمر، لان حدد الفتره الزمنيه اللي الحدث كان مستمر فيها. اذا جملتي هنا ماضي مستمر، اذا ده لا، ده لا. الماضي المستمر بتاعي was being fixed وادي was fixing. هبص على الجمله بتاعت الفعل بتاعي مجهول ولا معلوم، ادي الفعل بتاعي مش وراه مفعول، اذا هذا الفعل مبني مجهول، يبقى was being fixed، يعني اللابتوب كان يصلح امبارح الظهريه الساعه، كان بيتصلح امبارح الظهريه الساعه 3. رقم 4 which not does a tomato fall into fruit or vegetable، طبعا كاتيجوري، بيقول لك انهي تصنيف يا ترى احنا بنصنف الطماطم تبع الفاكهه ولا الخضروات، كاتيجوري طبعا تصنيف. رقم 5 she started to not when her mother refused، لما ما رفضت تديها her money pout، يعني طبعا بدات تبوز. رقم 6 فريده wouldn't like، جميله. اولا كلمه like قبلها would، واحنا قلنا بدام like قبلها would، عايزه بعدها to ثم فعل في المصدر، to ثم فعل في المصدر، بدام like قبلها would، اذا لازم to ثم فعل في المصدر، اذا to be deceived، مفيش حل تاني. اغير اللون. بسم الله. رقم 7 our teacher helped us، مدرسنا ساعدنا، to not a study plan make وليس ميد، لان في تو، اذا ميك عشان تو عايزه فعل في المصدر. رقم 8 the kids الاطفال a lot of fun had، طبعا had fun يعني بيمرعوا، كلمه fun عايزه الفعل have. رقم 9 eating not has eating healthy، ان انت تتناول بشكل صحي، قلت لك قبل كده ان eating healthy دي، ركز قوي في الحته ديت، بتساوي eating healthy food، eating healthy food، جميله قوي الحته دي. اذا eating healthy ان انت تتناول او تاكل طعام بشكل صحي تساوي eating healthy food، يبقى الاثنين زي بعض بس كل واحد اتكتب بشكل. رقم 10 a university degree، الدرجه العلميه الجامعيه، has become، اصبحت مطلب. رقم 11 the girl، البنت، impressed، ابهرتنا، with her superior intelligence، بذكاء الرائع او الفريد. رقم 12 the teacher، المدرس، the difficult paragraph so that، لكي الطلاب تتمكن من فهمه، طبعا بارافريز، اعاد صياغته تاني. 13 when she asked him، لما طلبت منه money he told her، قال لها to clear off، انها تمشي تغور، clear off، clear off على بعضها. رقم 14 work out what situations or people make you feel، work out what situations or people make you feel stress، يجعلك تشعر بالتوتر. رقم 15 he ran away، هو جري، after being، بعد being scolded، بعد ما اتعنف يعني اتزعق له اتشخط فيه، من الاخر اتمسخر، قالك he ran away after being، طبعا scolded، بعد ما اتهزق من امه. رقم 16 not eating vegetables، لو جينا بصينا احنا عندنا هنا eating
ثلاث ارباعنا هيجري على ادوات الربط اللي عايزه اي ان جي، صح؟ اللي هي بيكوز اوف، وكلمه ديسبايت بيكوز اوف يعني بسبب، ديسبايت يعني بالرغم من. طب تعالى، تناول الفاكهه مفيد، انا ما باكلهاش، اذا بالرغم من يعني لا بيكوز ولا بيكوز اوف. اذا اصبحت اولزو وديسبايت، قلنا قبل كده عشان اختار ديسبايت عايز الجمله اللي بعدها ليس بها فعل له زمن، عشان اختار ديسبايت عايز الجمله اللي بعدها لا دي بها فعل ليس بزمن، ليس بها فعل له زمن. اذا ديسبايت عشان اختارها لازم اتاكد ان الجمله ليس بها فعل له زمن. معنى الكلام لو في فعل له زمن لو مين از ما تنفعش ديسبايت، يبقى الحل بتاعي اولزو. جميله. رقم 17، he will write everything، سيكتب كل شيء. he needs هو عايزه to do in order if of priority، طبعا بترتيب الاولوي. 18، we should be grateful، يجب ان نكون معترفين بالجميل. for عايز الحاجه اللي انت معترف بجميلها، to الشخص هنا، to ديت الشخص، اما for الاشياء. رقم 19، it doesn't matter، ليس من المهم if you fail، لو انت فشلت. just طبعا do your best، طبعا do best او try، do او try. اللي بعدها 20، not vacation، الاجازه. he kept in touch with us، يبقى while on او during، while on اثناء الاجازه او during، طبعا while on بتساوي during. اللي بعدها 21، he had a sudden heart attack، هو عنده طبعا ازمه قلبيه. while he was، ما تنفعش was being، اتفقنا، الا اذا اتحط بعدها تصريف ثالث. رقم 22، it is a crime to violate، جريمه طبعا ان انت تنتهك طبعا حقوق الكتابه. 23، I not my son a promise I made، اوعى تقول give، I made make a promise، مفيش حاجه اسمها give، انت مش هتدي له واحد في ايده، كلمه give هتدي الحاجه بايدك، يبقى I made my son a promise، انا اديت ابني وعد. رقم 24، on hearing this bad news، هذه الاخبار السيئه، اذا الاخبار السيئه اذا طبعا شوكد، I was shocked، انا اتصدمت، مش I fainted، fainted لا تبنى لمجهول، يعني لو ما فيش وزن تبقى fainted، يبقى I was shocked، انا اتصدمت. 25، you not buy a newspaper you can، طبعا you needn't، انت مش محتاج تشتري. رقم 26، you speak loudly on the phone must، قلنا لسه في الكويز ان كلمة must تتحط في السؤال اذا كان الغرض منه طبعا النقد والشكوى. 27، not go swimming with us تتسعم، اسف، تذهب للسباحة معانا، يبقى why don't you، ليه ما تجيش معانا، يو مش واي، مش واي دونت وي، قال لك ليه ما لا انت تذهب معانا للسباحة. رقم 28، اسماء يوجوالي سبيكس تتحدث in a lovely way، lovely صفة بمعنى جميل، ما تنفعش lovely بس. رقم 29، he not works anymore hardly، وقلناها كذا مرة. 30، she is wearing، انها بترتدي a colorful dress، طبعا فستان ملون، فستان ملون. نخش على بعدين، السكيلز، الجملة الأولى she works hard، انها تعمل بجد، كلمة hard هنا طبعا adverb اللي هو الحال. رقم 32، not introduces تقدم a probability احتمالية، طبعا it is likely that. رقم 33، أنا جملة structure correct، معمولة structure صح، طبعا I would given some more responsibility at work next، ده next ما ينفعش was، next ما ينفعش have given، next ما ينفعش طبعا have been، الحل بتاعي دي هي اللي صح. رقم 34، when you are writing، عندما تكتب، you can use بتستخدم to introduce، لكي تقدم result، نتيجة consequently. رقم 35، which of the following، من التالي is correctly structured، مكتوبة structured صح. لو جينا بصينا هنا بيتكلم عن الفريزال فيرب، call on يعني يزور، I called on some friends in their homes. 36، the purpose طبعا الغرض من الهوك، جملة الهوك هتبقى الإجابة رقم B، جراب طبعا تجذب انتباه القارئ. نخش على الترانسليشن. 37،
هتبقى الجملة رقم بي. 38 هتبقى الإجابة رقم دي بأمر الله تعالى. طبعا 37 بي، 38 هتبقى الإجابة رقم دي. نخش بقى على القطعة كده ونسمي الله، نقول بسم الله. القطعة نركز فيها بقى ونقول ايه؟ فور سنتشريز، لعدة قرون، بيبل جرو، كان الناس يزرعون طعامهم and eat it وبياكلوه، keeping some ويحتفظوا ببعضه لفصل الشتاء. ومع ذلك طبعا agriculture الزراعة has changed، تغيرت كثيرا in the last، في اخر 100 سنة. most people، معظم الناس، no longer، لم تعد تزرع الطعام بتاعها، زي باي عادي بيشتروا من السوبر ماركت ومحلات البالة. companies الشركات، process and baggage، الشركات طبعا تقوم بمعالجة وتعبئة معظم هذا الطعام before it gets to the supermarket، قبل ان يصل الى الاسواق. Would you like to know، هل تحب ان تعرف من اين ياتي الطعام بتاعك؟ ألك يمكنك التحقق او تتاكد من هذا بنفسك. ألك most food labels، معظم، خلي بالك من الكلام دي، معظم الملصقات الغذائيه، كلمه ليبل هي حته ورقه كده ملصق بيتحط على المنتج عشان يديك معلومات عنه. most food labels، معظم الملصقات الغذائيه، gives this information، تعطيك هذه المعلومات. labels الملصقات الغذائيه اللوز بتسمح لنا to get to know the contents and ingredients of the product we are buying. طبعا القصاصه دي او الملصق دوت الغذائي بيسمح لنا ان نعرف مكونات طبعا ومقادير المنتج اللي احنا بنشتريه. قالك food meals، اميال الطعام، خلي بالك is the distance، هي المسافه، that food travels، اللي بينتقلها الطعام to get to us، لكي يصل الينا. For example، على سبيل المثال a person who lives in Japan، شخص عايش في اليابان، may buy طبعا كيوي فروت، ممكن يشتري طبعا فاكهه الكيوي that comes from، اللي بتيجي من نيوزيلندا. This kiwi fruit، هذه الكيوي طبعا، في ناس قاعده طبعا تسمع كيوي ديت مش عارفه يعني كيوي، المهم عادي بقى. has to travel، قالك فاكهه الكيوي ديت بتسافر طبعا 5800 ميل، اللي قد يقدر بكذا كيلومتر، to get، لكي تصل الى الشخص. airplanes، الطائرات، والسفن والقطارات، تراكس والشاحنات، مي برينج، ممكن تجيب هذا الطعام. this transportation، هذا النقل بيستخدم طبعا او بيستهلك الكثير من الوقود، ذات كان كوز، الذي يسبب التلوث. when food travels، عندما الطعام ينتقل، some of it needs to stay cool، البعض منها طبعا بيحتاج ان يظل بارد، which takes more energy، وهذا يستهلك طبعا طاقه، and fuel ووقود. also companies، الشركات، put chemicals، تضع مواد كيماويه انفض على الطعام عشان تساعده يظل او يستمر مده اطول اثناء السفر. these chemicals، هذه المواد الكيميائيه، may not be good for our health، ممكن تكون غير صالحه او غير جيده او غير مفيده لصحتنا. it is a convenient to buy food from all around the world، طبعا شيء مناسب، يعني اصبح دلوقتي مناسب او متاح ان انت تشتري. جميلة دي، it is convenient، يعني اصبح دلوقتي متاح ان انت تشتري طعام من كل انحاء العالم. however by choosing local food، بالرغم من طبعا ان انت ممكن تختار الطعام المحلي، you can save energy، خلاص كمان يعني انت هتختار الطعام المحلي بتاع البلد نفسه، you can save، وهتوفر طاقة، improve your health، هتحسن من صحتك، and help local businesses، وهتساعد الشركات المحلية. as people say، الناس طبعا بتقول eat locally، eat locally، لو كلت طبعا بشكل محلي، think globally، طبعا هتفكر بشكل ايه؟ عالمي. بسم الله. السؤال الاولاني، what is the main idea، هي طبعا الفكره الرئيسيه الى القطعه طبعا growing our own food، زراعه طبعا الطعام بتاعنا، زراعه الطعام بتاعنا، ده الفكره الرئيسيه بتاعتنا. رقم 40 most of the food طبعا we buy from grocery طبعا store comes in بيات in baggage طبعا معبأ. 41 which word isn't a synonym، ليست سيونيم، ليست سيونيم لكونفرنت طبعا انافيلابل.
رقم 42. Which of the following takes the least time؟ بتاخد أقل وقت. طبعا الطيارة 43. According to the passage، طبقا للقطعة، طبقا للقطعة فين دي؟ نقط are used to keep food that travels، طبعا chemicals رقم 44. What is a quick way to find out where food in a supermarket comes from؟ طبعا الطريقة طبعا السريعة لقراية الليبل، قراية الليبل. الإجابة رقم B رقم 45. Which conclusion supports the main idea؟ أني خاتمة تدعم الفكرة الرئيسية في الباراجراف الثاني؟ لو جيت قريت هتلاقي الإجابة رقم C 46. Which of the following أي من التالي summarize طبعا تلخص الباراجراف الأولاني؟ الإجابة رقم A إن وي دونت نيد تو جرو أور فود أور سيلفز nowadays، إحنا دلوقتي مش محتاجين نزرع الطعام بتاعنا بأنفسنا. كده الامتحان، وادي البوك بايراسي، ده النموذج A. يا رب نكون استفدنا. امتحان كويس فيه أفكار كويسة.